رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني دعوات التي أطلقها نواب وسياسيون لاستقالة حكومته تحت دواعي احتواء الاحتجاجات الشعبية. وقال روحاني في كلمة مباشرة بثت عبر التلفزيون الإيراني الرسمي إن الحكومة لن تستقيل لأنها فازت بأصوات 24 مليون ناخب، وأضاف أنه إذا كان البعض يعتقد أن الحكومة خائفة وستتنحى فهو مخطئ، فالحكومة لن تستقيل. وعلى غرار خطابات سائر المسؤولين الإيرانيين، عزا الرئيس الإيراني الأزمات المستعصية في البلاد إلى الضغوط الخارجية قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية زادت من ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية ضد إيران. يأتي هذا بينما طالب رئيسا اللجنتي الاقتصادية والتخطيط والميزانية بالبرلمان الإيراني مجلس الشورى حكومة روحاني بإجراء تغييرات في حكومته وخاصة في الفريق الاقتصادي.